السلام عليكم شباب فيديو اليوم كيف تغير شكل الماوس المؤشر زي ما كنتم شايفين الاشارة الزائد بس احب اذكر انه قناة العاب بس اللي عنده بده يعرف شيء واذا انا كنت بفهم بهالشيء هذا فاكتبوا بالتعليق عشان اساعدك واحد من المتابعين طلب مني اشرح عن الشيء هذا بتاع مؤشر الماوس كيف تغير شكله فهالشيء بسيط تروح على الاعدادات من الاعدادات تكتب الماوس فيطلع لك اعدادات الماوس تضغط عليها تروح آه، على هون على يسارك خيارات الماوس الاضافية تضغط عليها تروح على بعدين على خيارات المؤشر مثل ما شايفين هون لا عفوا على المؤشر على المؤشر بعد ما تروح على المؤشرات او المؤشر تعطيه استعراض طلع لك هون اشكال الماوس زي ما انتم شايفين تطلع تنزل لتحت على كروس ار شخطة ار كروس شخطة ار هذا هو تضغط هيك عليه تعطيه فتح تعطيه تطبيق موافق تقفل يكون عندك هذا الشكل هيك طبعا فيك تغيره لأي شكل تاني برضو نفس الاعدادات خلينا نعيد الخطوة مرة تاني الماوس اعدادات الماوس خيارات الماوس الاضافية المؤشرات استعراض ماكم شايفين هدول عندك شارة اليد شارة مثل المربع مدري شلون اسهم الدائرة هاي الدائرة الحمراء هاي الدائرة مهم انك تنزل لتحت يلي كروس ار أي كسر عندك كروس آي أو كروس آي إل أنت بدك الكروس آر تلاقى بهالمكان كروس شخص آر فتح تعطيه تطبيق موافق هذا هو شباب السلام عليكم